السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سارة صبحي. فيديو النهاردة بيتكلم عن السيل. تعالى يلا نبدأ الفيديو بسرعة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا نزلت 3 محلات بس في السيل ده، نزلت ديفاكتو، ونزلت اللي سي وكيكي، ونزلت محل اسمه مركز النصر الرياضي. انا مكنتش عارفه المحل ده، بس لقيت فرع منه، هو بيبقى محل كبير فيه كل حاجه، فدخلته وبصراحه يعني لقيت فيه كاب كويس فاشتريته. هتكلم يعني معاكم على كل محل، بس تعالوا نشوف انا اشتريت ايه ومنين وكده. طبعا انتوا دخلت ريد تاج، معنى كده دخلت 4 محلات. تمام، دي شنطه ريد تاج. ماشي، في فرع في المنصوره، عشان انا قاعده في المنصوره، فالفرع بتاعها في المنصوره. انا الشنطه دي مش كلها من ريد تاج، انا شاريه حاجات من ال سي وكيكي، وشاريه حاجات من مركز النصر الرياضي، بس حطيتهم كلهم في شنطه واحده عشان ما يعملوش زحمه. ايه، نقعد نعمل شنط كتير على حاجات فاضيه. ماشي، اول حاجه هتكلم عليها اللي طلعت معايا هي الشراب ده. الشراب ده من ال سي وكيكي. الشراب ده عجبني، هو خامته جاي على شتوي شويه، يعني بيتلبس في الشتاء مش في الصيف، وطويل مش قصير، فانا بحب الشرابات الطويله، لان انا ستايلي بحب البس مثلا شوز اسود او كوتش اسود والبس عليه شراب، والشراب بيبان اللون بتاعه، فبحب اختار شرابات شكلها مختلف. تمام، وفي نفس الوقت يكون شكلها وقور. انا حسيت ان التايجر ده شكله وقور. هو شرابين مع بعض كان ب 55 جنيه، فبالنسبه لسعر شراب بالخامه دي كده حلوه قوي. هو يعني اعتقد ان هو كان عليه عرض يعني. ولونين، لون اسود ساده بس الحز بتاعه التايجر والعكس صحيح. تمام، دي اول حاجه اشتريتها من ال سي وكيكي، بس لسه ما لبستوش بقى. ايه، مستنيه الشتا يخش عليا، ممكن البسه على بنطلون جينز وكوتشي اسود او جزمه سودا زي ما قلت، او بنطلون اسود، يعني ايه هيتطقم عليه الطقم كده. تمام، نيجي بقى على تاني قطعه من مركز النصر الرياضي، وهو الكاب ده. انا بلف على كابات بقالي فترة، بس انا يعني في كبات معينة شكلها عاجبني، عايزاها يبقى شكلها بناتي بس في نفس الوقت ما فيهاش شغل كتير. تمام، فلقيت الكاب ده هو لونه اسود. تمام، زي ما بين كده، هو مفيش غير الاسود منه، في اشكال كتير اوي في مركز النصر الرياضي. احسن حاجة فيه سعره، كمان سعره كان بكام؟ ب 60 جنيه، فسعره كده حلو جدا وكخامة حلو. او انا بعد ما اشتريته اي نعم لقيت فيه قطعة صغيرة، بس يعني مش مشكله يعني. تمام، يعني سعره كويس وخامته جميله جدا، ممكن يكون حد اهمل فيه او حاجه، بس ما لقيتش غيره، فبصراحه ما سبتهوش. الكيلات كلها سعرها معدي يعني 100 150، فلو ب 60 جنيه كان كده حلو قوي. تمام، بصوا انتوا سامعين صوت العصافير. انا الصبح على فكره الساعه 7 الصبح مطبقه نوم، مطبقه هدوم، مطبقه نوم، ف صوت العصافير يعني هيسلكوا في الفيديو كله. تمام، الكاب ده انا هلبسه على طرحه سودا، او عايز تيشيرت او قميص ابيض او قميص اسود. نيجي بقى على اخر حاجه انا اشتريت، ان انا اشتريت 3 قطع بس. اشتريت الهاي كول ده، انا بحب الهاي كولات جدا جدا، يعني اللي متابع فيديو مشترياتي هيعرف ان انا في كل مشتريات لازم اجيب هاي كول، انا بضعف قدامهم، وبصراحه انا بحبهم جدا. انا جبت لونه احمر، انا بحب اللون الاحمر جدا، يعني انا بفكر اعمل لكم فيديو عن لبس الاحمر بس، يعني في ناس ما بتحبش اللبس الاحمر، بس انا اكتشفت ان انا بحب. انا مامتي وانا صغيره زمان كنت تقعد تقول لي لبسي احمر، اقول لها احمر ايه، انا عندي الحصبه، انا عندي الحصبه، كنت اقعد اقولها كده كتير. خلاص انا لما كبرت شويه انا حبيت اللون الاحمر، وبقيت تقول لي صدقت اللي انا بقوله لك. صدقت. المهم بقى ايه، انا اشتريت الهيكول ده، هو وسطه جاي على خريف شويه، فده ينفع انا البسه في الصيف وفي الشتاء وفي الخريف وفي الربيع، يعني البسه في جميع الاحوال. في الشتاء هلبس عليه جاكيت تقيل، في الصيف هلبسه كده عملت كده كده يعني. انا هحط لكم صورته فوق، انا كنت قايسه في الظروف عشان اوري لكم شكله، ان هو ما بيبانش تفاصيل الجسم، فعشان كده انا اشتريته. انا مقاسي من 10 ل 14، يعني البس 10 ماشي، 12 ماشي، 14 ماشي. انا ما لقيتش غير قطعتين بس في ريد تاج، من ده من الاحمر، فجبت لون المقاس ال 14، عشان ما كانش فيه اصلا مقاس منه كده، يعني هو انا بشوف قطعتين 14، هو اخدت واحده والثانيه موجوده في المقاس، عشان انه اسود وخلاص كده يعني، عشان احنا في السيل. ده كان في السيل نازل بكام؟ كان ب 299، ده 145.
فسعره كويس جدا يعني 175، سعره كويس يعني في الايام اللي احنا فيها دي سعره كويس. تمام، فانا هحاول البسه على ايه بقى؟ هلبسه على بنطلون جينز وهلبس عليه جاكيت، لازم يتلبس عليه جاكيت. انا كمحجبه ما بنزلش بتيشيرتات او بالبوديهات او هاي كور غير لما اكون لابسه عليه جاكيت وكده، يعني انا ببقى راضي عن نفسي شويه. تمام، وطبعا الطرحه عاديه خالص فهيبان الستايل. لا ده اللي يهمني، ده لو اتلبس مثلا على عقد صغير او سلسله ذهبي صغيره او فضي فهيبقى شكله حلو قوي. جربوه جربوه، هيكون هيعجبكم جدا. طيب انا لو انتوا لاحظتوا في الفيديو انا ما جبتش غير من ريد تاج والمركز النصر الرياضي، وما جبتش غير من اللي سوى كيكي شارو. تمام، انا نزلت في السيل بتاع 2019، هو الصيف يعتبر بتاع شهر بتاع الصيف. ايوه الصيف، انا بقول كلمه كتير ليه. اللبس ما عجبنيش، السيل ما عجبنيش، يعتبر ما فيش سيل يعني. لما القطعه تكون عليها 10% يعني اب تو 70% في تيرانوفا. تيرانوفا بقى انا دخلت انا ما لقيتش اي حاجه للمحجبات نهائي، كل اللبس اللي بيتباع ستومك، كل اللبس اللي بيتباع ما ينفعش خالص ان انا البسه يعني. ما لقيتش حتى بنطلون، ما اعرفش بقى فرع المنصوره ده كان الحاجات خلصانه ورحت متاخر، ولا هو اصلا السنه دي مش مظبط الدنيا. انا السنه اللي فاتت انا عملت فيديو عملته هتلاقوه، انا كنت شاريه منه جميله واسعارها كانت حلوه جدا. نزلت السنه دي، نزلت امبارح عشان اشوف السيل عامل ازاي. انا ما بقتش اسيب اسكت، عايزه جليه طويل او جاكيت طويل اسود عشان البسه في الصيف والحاجات، انا ما لقيتش حاجه اصلا. ف يعني حتى استغربت ان المحل فاضي. يعني اللي دلوقتي اللي استفاد من تيرانوفا الناس اللي بشعرها هتنزل هتلاقي حاجات تنفع اللي هم بشعرهم، لكن كمحجبين مش هتلاقي اي حاجه كمحجبين. تمام، ده نخش بقى على ديفاكتو. انا دخلت ديفاكتو لبس عادي خالص. اه في لبس في ديفاكتو في اللي سوا كيكي، في لبس بس لبس عادي يعني، مش لبس مش عارفه، حسيت ان هو لبس عادي اللي انا ما شجعنيش ان انا اشتريه اصلا. لاحظته بقى اللي سوا كيكي، اللي سوا كيكي ماشي في نظام، فيه ديفاكتو بقى ما فيش نظام خالص. الجزء اللي فيه السيل الحاجات مرميه على الارض يعني. انا كان عاجبني تيشرت شلته وبنفضه من التراب، بنفضه بجد يعني متداس عليه. طبعا انا مش هقولك ده ذنب المحل او ذنب الناس اللي بتشتغل فيه، لا ده الناس هي اللي مهمله. واحده تلبس ما عجبنيش تقوم رامي على الارض، واحده تنقي ما عجبنيش تقوم رامي على الارض. طبعا هم اللي بيشيلوا الليله كلها في الاخر، بيقعدوا بقى ايه يطبقوا ويعلقوا يعني ربنا يقويهم. بس يعني كنت نفسي كل حاجه تبقى متجزأه، البناطيل لوحديها، الجياب لوحديها، الشميزات لوحديها، لكن كل حاجه كانت على بعضها. انا كنت عايزه جاكيت، انا عشان الاقي جاكيت واحد انا فتشت في 50 قميص مثلا وما لقيتش كمان يعني. في الاخر خالص ما جبتش حاجه عشان ما لقيتش اللي انا عايزاه. احنا كبنات بنحب كلمه سيل، هم عاملينهم باللون الاحمر عشان نتجه ليها. انا عن نفسي انا بشوف كلمه سيل بقف قدام المحل اللي انا لازم اخش حتى لو معيش ربع جنيه في جيبي، مش فاهمه في ايه. بس انا دلوقتي بحاول اتعالج، فبقيت تشدني كلمه سيل 50%. يعني ايه كلمه سيل دي؟ مبقتش تشدني سيل 50% دلوقتي، اللي بقت تشدني شويه. تمام، اقول انا داخله بقى على حاجه تستحق يعني، هجيب طقم مثلا بنص الثمن في حاجه كويسه. بس احنا المفروض الصح يعني ان احنا نجيب الحاجات اللي احنا محتاجينها بس يعني احتياجاتنا بس. احنا ما بنعملش كده، احنا كبنات بنحب نشتري لبس كتير مهما الدولاب بتاعنا اتملى. انا ما عنديش لبس، انا مثلا يكون عندي، هو انا من شخصيتي انا بحافظ على لبسي يعني، ممكن تلاقي لبس عندي من زمان بس برضو بحب اجدد يعني. ممكن الاقي شميز قصير فاجيب له حاجه عشان البسه، عشان مش هينفع طبعا البس قصير فاجيب حاجه عشان تغطيه شويه وبنفس الوقت ما يترميش. تمام، او يتركي. فا يعني احنا بنحب السير جدا وبنحب نشتري، ما بنشبعش. طرح بقى، اكسسوارات، مكياج، لبس، مش عارف ايه. هو دلوقتي طبعا في خصومات، دلوقتي اللي هي خصومات الصيف بتبدا من شهر 7، احنا دلوقتي في شهر 8. انا لسه شايف حاجات دي امبارح وقلت الحق اصورها لكم علشان اللي عايز ينزل يلحق السير ينزل. ويعني من الافضل يعني تتحوشي مثلا لحد ما السيل يجي وتنزلي في اول السيل تشتري الحاجات اللي انت عايزاها، ورب تلاقي المقاسات، لان في المولات مثلا ما تلاقيش مقاسات كتير لان في ضغط، لكن في اماكن كتير ممكن ما تلاقيش ضغط في محلات معينه. ف يعني الدنيا بتمشي. تمام، انا كده خلصت الفيديو بتاعي، ورب يكون عجبك الفيديو. ولو اول مره تشوفيني وعجبك الفيديو شجعيني بالاشتراك اللي انت هتعمليه او بسبسكرايب. تمام، ولو عجبك الفيديو اعملي لايك علشان تشجعيني اكتر. انا والله
يعني انا عايزه اقول انا بشكر الناس جدا على الفيديوهات اللي فاتت، في ناس شجعتني جامد وقالوا لي الحاجات اللي انا كنت بعملها هاند ميد، الحاجات اللي انا بعملها هاند ميد دي انا مش حريفه فيها، انا بشوفها فبجربها لقيتها نجحت، فهو ايه اللي هلكم بدل ما انزل صوره مثلا على الفيس او اي حاجه، لا انا بوريها لكم انا عملتها ازاي بالخطوات، ولو عكيت فيها بتبان اللي انا عكيت، لو ما بانتش تبقى الدنيا تمام. يعني انا كانسانه طبيعيه انا بعمل، يعني انا بعمل فيديوهات عباره عن اسلوب الحياه، اسلوب الحياه ده يعني اللي يهمني لبس ومكياج وازاي انضف شقتي وازاي اعمل اكلي وازاي اهتم بصحتي، يعني كل حاجه، محدش بيعيش عشان حاجه واحده، فانا بعمل فيديوهات عن اسلوب الحياه الطبيعيه، يعني مش يعني مش يعني اقول ايه، انا مش حريفه في حاجه معينه عشان ادوس فيها، لا انا اي حاجه بعرفها بعمل عليها سيرش، خلاص جمعت المعلومات وما قايلها لكم عشان احنا بنكسر نقرا، فانا ممكن مثلا انا خلاص غويت الحته دي فاقعد ادور على الصور واقعد ادور على القرايه بتاعتها واعرف المعلومه بتاعتها هم ايه قايلاها، مثلا في السيل انا نزلت اشوف اللبس في المحلات فاخدت عرفت معلومه ممكن اقولها لكم ممكن تستفيدوا منها، انت مثلا بتدور على هيكول مش عارفه مين المحلات اللي بتبيع هيكول، فاقول لك ليه التاج بتبيع هيكولات حلوه والخامه بتاعتها حلوه، انا اشتريت السنه اللي فاتت هيكول اسود هو خامته حلوه وبلبسها في الصيف وفي الشتاء، في الشتاء ما بتسقعنيش وفي الصيف ما بتحررنيش، فمعنى ده ان هي حاجه كويسه تمام معجزه يعني. فالمهم فهمتي، لو عجبك الفيديوهات بتاعتي اعملي لي اشتراك سبسكرايب عشان تشجعيني تمام، والطبيعي يعني ان انتوا تتفرجوا على فيديوهاتي فاعملي اشتراك عشان كمان يوصل لك اي حاجه انا فيديو اي فيديو انا بنزله تمام، يا رب يكون عجبك الفيديو، تاني انا بقعد اعيد في الكلام كتير كتير كتير، يلا باي باي.